بقول لك بقى، لو انت عايز تبقى شبه النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول لك نفسي أدير علاقتي بمراتي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو عايز تبقى شبه النبي هقول لك على سنة نبوية لها ثمار كبيرة في قلب مراتك، ويبقى ده الأساس الرابع في رحلة حياتك وانت بتبني علاقتك مع مراتك. السنة النبوية الأولى كلمة بحبك. وانت بتسمعني دلوقتي، آخر مرة قلت لمراتك أنا بحبك كان إمتى؟ ولو أنت فاكر وكانت قريبة، ومعود مراتك على الكلمة دي ومشبعها من الكلمة دي اللي هي أحلى كلمة الستات بيحبوها، أنت كده ماشي على سكة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى فقال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ده احنا كرجالة مع بعض بكون بحبك أقول لك بحبك، فما بالك بالحب الأول في حياتك هو مراتك. فسنة من النبي عليه الصلاة والسلام إنك لو في حد بتحبه ما تكتمش الكلمة دي، روح وصبح مراتك بالكلمة دي ومسيها بالكلمة دي. وأكد، الستات بتشعر بالأمان بودانها زي ما الرجالة بيحبوا بعينيهم، زي ما علماء النفس بيقولوا ست بتحب بودانها. وما تنساش إن الكلمة الطيبة صدقة، وأولى الناس بهذه الكلمات الطيبة هي أولى الناس بحبك وهي مراتك. فالسنة النبوية الأولى اللي بتملأ قلب الست بالأمان والإحساس بالكفاية كلمة بحبك. السنة النبوية الثانية هي اللمسة الحنينة وما يكونش وراها احتياج جسدي. دي حتة مهمة قوي اتكلم عليها المتخصصين، إن ساعات كتير ستات متعودة إن الراجل لما يجي يطبطب عليها كأنه عايز منها حاجة في حقه الشرعي يعني. والستات بتحب الراجل اللي بيطبطب عليها، يقبلها في راسها، يبقى في نوع من التلامس الجسدي اللي فيه احتواء، مش بس فيه رغبات او غرائز حلال، بس في حته كده ايه محتاجه حنان وفقط. والراجل اللي بيعمل كتير كده مع مراته، بيطبطب عليها كتير وبيقرب منها بلمسه حنينه بشكل دوري، مش بتستغنى عنه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده، ودي سنه. كان يبقى النبي صايم، قالت السيدة عائشة فأهوى النبي ليقبلني فقلت له أنا صائمة، قال وأنا صائم ثم قبلني. وكأن هذه القبلة قبلة حب، لأنهم في الآخر صايمين فليس وراءها شيء تاني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى قاعد بيخيط اللبس بتاعه، فالسيدة عائشة تقول له شكلك حلو يا سيدنا محمد، فيقوم حاطط اللبس اللي بيخيطه وينزل يقبلها بين عينيها ويقول يا عائشة والله ما سررت من شيء مثل سروري من كلامك. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم هنا في لفتة، فيها لمسة جميلة. ومرة السيدة صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ماشيين في تجارة أو حاجة، فتاهت بالجمل بتاعها، فضلوا مستنينها وبيدوروا عليها لغاية ما لقوها وكانت جاية بتعيط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيديه ويسكتها. طب ما يقول لها ما تعيطيش، ما تزعليش، من بعيد ما احنا قدام الناس برضو يعني. لا، بايديه بينشف دموعها، والناس كلها شافت الكلام ده، مراته. وبالتالي هذه اللمسه الحانيه هي سنه نبويه جميله، وبتملا قلب الست بالامان والاحساس بالاحتواء اللي بنقعد نقراه بقى مش عارف على السوشيال ميديا واللي الناس بتشوفه في الافلام. مراتك حلالك، شبعها من الموضوع ده. السنه الثالثه هي الهديه بدون مناسبه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن أفضل الصدقة ما تنفقه على أهلك، حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة. وكلمة صدقة دي مش معناها بس إنها صدقة يعني إنفاق في سبيل الله، أصل كلمة الصدقة في اللغة يعني فعل يدل على الصدق. فأنت انشغالك إنك أنت تعمل حاجة، تجيب شوكولاتاية وأنت راجع، وردية وأنت راجع، تكتب رسالة بس تقعد تألفها دقيقتين كده في وسط شغلك، كأنك بتقول لمراتك أنا بحبك بصدق. فتفتح الرسالة، هي هو النهارده عيد ميلادي ولا عيد جوازنا؟ لا، دي هديه بدون مناسبه، حتى لو رساله. وسيدنا النبي وصى بكده عليه الصلاه والسلام. السنه النبويه الرابعه اللي ليها ثمار كبيره في قلب الست هي الكلام على مراتك قدام الناس بطريقه ايجابيه. من اغلس الهزارات بتاعه الرجاله التريقه على الستات في ظهرهم او قدامهم، وليها اثر مش حلو في قلب الست، وبيضحكوا علشان ما نعكرش الجو في الخروج. لكن سيدنا النبي قدام جيش كامل، سيدنا عمرو بن العاص عمل موقف حلو كده، فحب يسأل النبي
يمكن لو بعد الموقف ده بقيت أنا أكتر حد النبي بيحبه. فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قدام الكون كله، قدام الجيش كله، قدام الرجالة في الجامع، عائشة. وسيدنا النبي كان يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد، أرقى طعام عند العرب، كفضل الثريد على سائر الطعام. تعرف الدراسات تقول لك لما تتكلم على مراتك كلام حلو قدام الناس، ده بيشجعها تعمل اللي هي سمعته. فلما تقول مثلا مراتك مش بتنساني في كذا، عمرها ما هتنساك في الموضوع ده بعد كده، لأن هي حست بإشباع رهيب وثقة في نفسها، فهتحافظ على الشعور ده بثباتها على الفعل ده. فأنت صدقني هذه السنن النبوية لها ثمار كبير في قلب مراتك، وانت بتبني علاقتك مع زوجتك الكريمة في رحلة حياتك.